أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم وجاحدي امامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين لا يخفى على احد منكم ايها المؤمنون الاكارم ان هنالك عشرات الاحاديث المرويه عن طرقنا وطرق العدو على السواء فيها مدح عظيم لشيعه اهل البيت شيعة أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه من تلكم الأحاديث ما رواه شيخنا الصدوق عليه الرحمة والرضوان في فضائل الشيعة في الصفحة مئة وخمسين بسنده عن عقبة بن عامر الجهني، وهذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد، ونحن جلوس وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام. وعلي عليه السلام ناحية يعني يقول دخلنا المسجد أو دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد نحن جلوس من جمله الجالسين معنا ابو بكر وعمر وعثمان علي كان موجودا ولكنه كان في ناحية ما جالس مع ذول الخمه الموجودين ابو بكر وعمر وعثمان وهذا عقبه بن عامر الجهني هذه التفاتة مهمه يقول وعلي عليه السلام ناحية اي انه في ناحية اخرى ولكن في المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه واله فجلس الى جانب علي عليه الصلاه والسلام، لما دخل النبي صلى الله عليه واله وراى هذا الجمع ما جلس بطبيعه الحال مع هؤلاء، وانما ذهب ليجلس الى جوار اخيه امير المؤمنين. فجلس إلى جانب علي عليه السلام فجعل ينظر يمينا وشمالا، النبي صلى الله عليه واله جعل ينظر يمينا وشمالا هكذا يلتفت، ليش؟ لأنه يريد أن يبين أمرا أمرا معينا يرتبط باليمين والشمال باليمين واليسار. يريد أن يصف حالة ما ليست على الأرض ليست في هذه الدنيا وإنما تلك الحالة ترتبط بعرش الله تبارك وتعالى شوفوا المعنى جدا دقيق ومهم يقول فجعل ينظر يمينا وشمالا ثم قال إن عن يمين العرش وعن يسار العرش لرجالا على منابر من نور تتلألأ وجوههم نورا. يقول هذول على يمين وشمال العرش على منابر من نور وجوههم أيضا منيرة لا نورا عاديا وانما من شده هذا النور والضياء تتلألأ وجوههم نورا الوجوه تتلألأ قال فقام ابو بكر فقال بابي انت وامي يا رسول الله انا منهم أنا من هؤلاء الذين تتلألأ وجوههم نورا على يميني وشمال العرش قال له اجلس لا تحلم كثير أنت انثبر شنو اجلس ثم قام إليه عمر فقال له مثل ذلك أو مثل ذلك هنا عمر طبعا يستحمق نفسه لأنه شاف قدامه أنه أبو بكر قام وقال أنا منهم والنبي صلى الله عليه وآله دقرة مثل ما نقول هالشكل قعد قال اقعد أنت ترى مو منهم يعني اجلس مكانك النبي صلى الله عليه وآله لأنه كان سيد الأخلاق ولأنه كان يراعي مصالح معينة ما نفى فورا كان بإمكانه أن يقول لا لست منهم خلص فما الذي يحصل يستعدي أبا بكر أكثر والنبي صلى الله عليه وآله مأمور في كتاب الله عز وجل بمدارات هؤلاء مدارات المنافقين والإعراض عنهم وأعرض عنهم فلذلك استخدم تعبيرا آخر قال لا اجلس يعني أنت ترى مو من هؤلاء ولكن ما نفى صريحا فعمر حينما يرى هذا الأمر هكذا يشوف أبو بكر يعني ما إلى نصيب بعد أنت شلون يكون لك نصيب إذا أبو بكر ما إلى نصيب أنت تتوقع في نفسك أن يكون لك نصيب على أي حال يستحمق نفسه فيقف يقول نفس الكلام فيقول له النبي صلى الله عليه وآله اجلس، انتهى، اقعد. فلما رأى ابن مسعود ما قال لهما النبي صلى الله عليه واله قام حتى استوى قائما على قدميه ثم قال: بأبي انت وامي يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم بصفتهم. انت يا رسول الله ما تريد ان تحدد الاسماء، لا اقل حدد الصفات. من هم هؤلاء الرجال على يمين وشمال العرش، على منابر من نور، تتلألأ وجوههم نورا. صفهم لنا، حدد صفاتهم حتى نعرفهم بشنو؟ بصفاتهم. قال فضرب يده على منكب علي عليه السلام هذا المنكب شوف هنا هاي المنطقة ضرب يده على منكب علي عليه السلام ثم قال هذا وشيعته هم الفائزون اللهم صل الله على محمد شوفوا اخواني نحن كلنا كلنا الجالسين هنا ومن يسمعوننا كذلك مرشحون لان نتبوأ تلك المقامات العظيمه العاليه كل واحد منكم مرشح لان يكون على يمين او شمال العرش على منابر من نور يتلألأ وجهه نورا لهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه واله ولكن السؤال المهم هو هذا نحن مرشحون لمثل هذه المقامات العاليه ولكن هل حقا سنبلغها ام لا؟ هذا هو التساؤل الذي سنحاول الاجابه عنه هذه الليلة إن شاء الله تعالى لأننا سنعرف أن في التشيع مقامات نفس التشيع فيه مقامات كما أنه الإسلام فيه درجات الإيمان فيه درجات على ما يبدو من هذه الرواية الشريفة فإن هؤلاء الذين على منابر من نور محيطين بعرش الرحمن تتلألأ وجوههم نورا هؤلاء في قمة قمم الشيعة يعني مو أي شيعي مو أي شيعي هذا هذا سنأتي له إن شاء الله تعالى ولكن لا بأس من لا بأس بإشارة حول راوي هذا الخبر عقبة بن عامر الجهني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الراوي لهذا الخبر هو الذي سمع وشاهد رسول الله صلى الله عليه واله يضرب على منكب علي عليه السلام ويقول ان هذا وشيعته هم الفائزون مع كل هذا الذي راه كان هذا الرجل من اعداء علي عليه الصلاه والسلام لا تتعجب في حرب صفين نصر هذا الرجل معاوية مع أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن معاوية وشيعتهم الفائزون طيب ليش تنصر معاوية الدنيا الدنيا مع معاوية وهؤلاء قوم يركضون وراء الدنيا لا تتعجب مع كل ما شاهدوه من رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل علي وشيعة علي وأن النجاة إنما هي باتباع علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع ذلك تركوا علي مو بس عقب هذا لا آخرون كذلك أنت روح راجع روايات ألد أعداء أهل البيت في فضل أهل البيت تجدها تملأ الخافقين ألد الأعداء ماكو روايات عن أبي بكر يرويها أبو بكر عن رسول الله في فضل أهل البيت موجود يرويها العدو قبل الصديق ماكو روايات عن عمر موجودة ماكو اعترافات من عمر موجود اعترافات عمر عمر يتحدث الى درجه مع الامام الحسن المجتبى عليه الصلاه والسلام او الامام الحسين الشهيد عليه الصلاه والسلام فيقول له وهل انبت الشعر على الرؤوس الا انتم شوف الى هذه الدرجه عثمان رواياته كذلك كثيره في الاقرار والاعتراف بحق اهل البيت وفضل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. عائشه رواياتها جمه في ذلك. ابو هريره انس بن مالك وغيرهم وغيرهم الد اعداء علي حتى عمرو بن العاص، حتى معاويه، حتى معاويه رواياتهم موجوده موجوده في فضل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فلماذا خالفوهم وعادوهم وحاربوهم الدنيا هذا الخبر نحن نرويه بطرقنا عن عقبه بن عامر الجهن الجهني دعوني انقل لكم خبرا اخر عن عائشه من طرق اهل الخلاف راجعوا انتم تاريخ بغداد للخطيب البغدادي رقم الحديث ألف وثلاثة وثلاثين بسنده عن منصور بن المعتمر هذا رجل ثقة من الثقات عنده عن أمه عن جدته عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله طبعا من عندي يقول لعلي حسبك ما لمحبك حسرة عند موته يقول يكفيك شرف يا علي أن محبك أنت من يحبك ليس له حسرة عند موته إحنا من نتحسر عند الموت يقول هذا يكفيك شرفها حسبك ما لمحبك حسرة عند موته، ولا وحشة في قبره. لا وحشة في قبره، الشيعي لا يستوحش في قبره، ولا فزع يوم القيامة. لا فزع للشيعي يوم القيامة، الناس يفزعون شيعة أهل البيت عليهم السلام مطمئنون. راجعوا روايات أئمتنا عليهم الصلاة والسلام التي تتحدث عما يجري في يوم القيامة وأهوال يوم القيامة إلى إما عليهم السلام يقولون ما مضمونه هكذا يقولون الناس في فزع فزع أكبر وفي هول عظيم وحساب كتاب ومشاكل كثيرة هذا الناس، أما الشيعة في يوم القيامة وين موجودين؟ في ناحية معينة مفروشة لهم سفرة من الجنة مائدة ياكلون ويضحكون ومرتاحين إلى أن تنفتح أبواب الجنة يدخلون. هذا وضعنا. شوف أش قد أش قد عظمة هذه. وكم هذا امتياز عظيم. لشيعة اهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. على طول الخط مرتاحين. مرتاحين دائما. نعم شوية في الدنيا لازم يتحملون. البلاء مكتوب على الشيعة في دار الدنيا، شوف شوف في دار الدنيا. إلى سكرات الموت. بس تصير سكرات الموت ترتاح. خلاص. لا عندك حسرة عند موتك. ولا وحش في قبرك ولا فزع يوم القيامة. من هنا تبدأ بعد شنو؟ طريق الارتياح الأبدي. هذا هو وضع الشيعي. عائشة تسمع هذا الكلام؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عائشة تروي كل تلك الأحاديث الكثيرة في فضل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ وفي تأكيد احقيتهم وبالخصوص المولى امير المؤمنين صلوات الله عليه ومع ذلك عائشه هي نفسها التي تركب جملها الملعون تحارب امير المؤمنين. ليش؟ الدنيا الدنيا والهوى والشيطنه هذا هو الواقع مثل يهود والنصارى حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله على ماذا؟ وهم يجدون صفتهم في كتبهم المقدس وما وجدوا منه إلا كل خير في تعامله معهم رسول الله أساء إلى أحد من اليهود والنصارى في عصره أم على العكس أحسن إليه طيب ليش انقلبوا عليه؟ ليش تآمروا عليه؟ لماذا حاربه يهود المدينة؟ ما هي المشكلة؟ الدنيا، الهوى، هذه كلها عوامل الشيطنة عوامل كلها تدخل على الخط. لا نستغرق في هذا الجانب أكثر. نقول الأحاديث في فضل شيعة علي أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة كثيرة، أصلا فوق الإحصاء واقعا فوق الإحصاء خاصة إذا ما لاحظنا ما غاب عنا هنا او هناك في دفائن المخطوطات وكم هي كثيره للعلم كم هي كثيره وما زالت حركه التحقيق ما زالت قاصره مع الاسف في المخطوطات ولكن بازاء هذه الطائفه من الروايات التي نحن نرويها الفريق الآخر يرويها في فضل شيعة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هنالك روايات أخرى تذم سبقت الإشارة منا في الليالي الحسينية الماضية أنه لا بد أيضا من إعمال توازن منهجي في النظرة إلى هذا الأمر على قاعدتنا وعلى سليقتنا في انه لا بد من التوازن في تقييم الامور في النظره الى الامور في الاستنباط العقدي والفقهي في التفريع الفكري انجاز التعبير حتى تتوازن النظره عندنا ومن ثم تتوازن عقيدتنا وتتوازن احكامنا وتتوازن مواقفنا وتتوازن سلوكياتنا من الخطا التركيز على جانب واهمال جانب اخر، هذا يسبب حاله اختلال في النظره، وهذه لها تداعيات خطيره. على مدار هذه السنين ايها الاخوه ضربنا لكم عده نماذج في كيفيه احداث هذا التوازن، وش قد هذا مطلوب ومهم. ضربنا امثله كثيره اذا تتذكرون. واحد من الأمثلة على الأقل في السلوكيات حين تحدثنا عن صلة الرحم كم هي مهمة كيف أن الله عز وجل هدد قاطع الرحم بأنواع من التهديدات مهم مسألة صلة الرحم مع ذلك نجد حينما نعمل النظرة التوازنية المنهجية أنه في بعض الأحيان في بعض الفروض صلة الرحم تكون حراما حراما في بعض الأحيان وقطع الرحم يكون ماذا؟ واجبا إلى هذه الدرجة تنقلب الأمور إذا واحد ذو رحم كان رمزا من رموز الضلالة رمزا من رموز الإضلال واستنفدت انت كل الوسائل في نصحه وارشاده فلم يرتدع لم يكف عن اضلال الناس وعن تخريب دين رسول الله صلى الله عليه واله فحين ذلك تكون مجالستك لهذا الرجل، مؤاكلتك لهذا الرجل وان كان ذا رحم منك يكون كل ذلك حراما عليك كما قال الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام. فهنا أيضا لا بد من إعمال التوازن المنهجي حتى ننقح مفهوم الشيعة ونرى الشيعة على أي مراتب على أي درجات لا ينبغي أن نقع فيما وقع فيه مخالفون من إفراط أو تفريط المخالفون يأتون بأحاديث منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه واله في مدح أصحابه أو أحيانا آيات آيات كريمات ظاهرها مدح الملازمين لرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تلك الآيات والأحاديث التي تتحدث عن فضل من نصر النبي صلى الله عليه واله، من قاتل مع النبي، من بايع النبي صلى الله عليه واله، الاصحاب عموما يركزون على هذا الجانب ويهملون الايات والروايات الاخرى الطائفه الاخرى التي فيها ذم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه واله، ذم صريح ورمي لهم بالنفاق والارتداد والرجوع على الاعقاب، القهقره الى ما هنالك. فلما يصير تركيز على جانب دون جانب شنو يصير؟ يصير اختلال. لا، رسول الله مدح اصحابه ولكن في روايات اخرى ذم اصحابه، انت لازم تاخذ الطائفتين من الاحاديث حتى يتنق تتنقح عندك المعاني. تقول من مدحهم رسول الله صلى الله عليه واله كان اولئك الذين هم على الاستقامه. عندهم استقامه هؤلاء من اصحابه. اما من ذمهم رسول الله صلى الله عليه واله من اصحابه، الروايات التي تتحدث عن ذم لمجتمع الاصحاب فانما يعني بهم المنافقين من اصحابه. المرتدون من اصحابه، اهل الدنيا من اصحابه. وهكذا اهل الخلاف في تعاملهم معنا ياتون ويستلون من مصادرنا روايات فيها ذم للشيعه ولكنهم في المقابل لا ياخذون بعين الاعتبار الروايات الكثيره التي فيها مدح للشيعه هذا ايضا اختلال هناك افرط وهنا فرط مشكلة البكري أنه لا توازن عنده. إحنا من جانبنا لا نستحي من ذكر هذه الروايات التي ظاهرها ذم الشيعة، ما عندنا مشكلة. نذكرها ونفسرها ونشرحها ونضمها مع الروايات التي تمدح الشيعة حتى يتجلى لنا المعنى، يتنقح لنا المعنى، نرى اي شيء قصد الامام المعصوم عليه السلام في مدحه للشيعه وايه صفات اراد مدحها في الشيعه وايه صفات اخرى ذمها في الشيعه وحذر منها، شنو المشكله؟ شيعه اهل البيت من يتسمى بعنوان او باسم التشيع من يتعنون بهذا العنوان كامه رسول الله. صلى الله عليه وآله على العموم كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله على العموم فيهم الصالح وفيهم الطالح والصالح درجات هنالك صالح بلغ أعلى المراتب هنالك من وصل إلى أواسط المراتب هنالك من بلغ أدنى المراتب درجات شيعة درجات مثل ما المسلمين المؤمنين درجات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله درجات هؤلاء الناجون منهم هم درجات فشنو المشكلة أما أنت حينما تأتي أيها المعادل الشيعة وتستل من مصادرنا روايات الأئمة في ذم الشيعة وتهمل كل الروايات التي تمدح الشيعة نقول لك لا أنت ها هنا لست متوازنا لست منصفا هذه مقدمة ندخل فيها إلى بحثنا شوفوا إخواني هنالك ثلاثة أمور ثلاثة أمور مهمة لا بد للشيعي الذي ينشد الكمال في تشيعه في إيمانه بلا إمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في ائتمامه بهم لا بد أن يتنزه عنها هذه الأمور الثلاثة جدا مهمة لازم تخلص نفسك من هذه الأمراض الثلاثة وإلا أنت لست شيعيا كاملا لا يعني أنه إن بقى شيء من هذه الأمور الثلاثة في نفسك فأنت لست شيعيا على الإطلاق بحيث تخرج عن حد التشيع وحد الإيمان فتكون من الهالكين والعياذ بالله لا من نقول هكذا نقول حتى لو شيء من هذه الصفات كان نعوذ بالله فيك فأنت إن شاء الله بشفاعتهم الله عز وجل يغفر لك يدخلك الجنة واو. اللهم صل على محمد وعلى, محمد. وعلي محمد. ورحل ورحل. هنا قيمة الشفاعة للنبي الأعظم ولئم الطاهرين عليهم الصلاة والسلام الشفاعة تجبر الحال شايف شلون يعني إذا أنت مكسور عندك خلل معينة يصير لك جبيرة معينة تصير زين تقدر تصعد تروح تدخل الجنة بشفاعتهم وإحنا ترى في الواقع إذا تريد الصدق يعني إحنا ترى غير الشفاعة ما عندنا صراحة يعني غير الشفاعة والله يستر علينا واقعا المهم لازم إلى جانب هذا حتى نكون مؤهلين جيدا للشفاعة أنه إحنا نعمل قدر استطاعتنا بما أمروا صلوات الله عليهم نتخلق بأخلاقهم نمتثل إلى وصاياهم إلى أوامرهم إلى تعاليمهم إن حاول شوفوا إن حاول أيها الإخوة ننزه أنفسنا نخلص انفسنا من الصفات المذمومه التي حذر منها الائمه عليهم الصلاه والسلام خصوص شيعتهم شوف التفت والا الصفات المذمومه كثيره بس الذي يطالع الروايات جيدا الذي يبحث في الروايات عن صفات الشيعه جيدا يشوف كانه هنالك تركيز من قبل المعصومين عليهم السلام على ذم هذه الصفات في خطابهم مع شيعتهم، انه انت لازم اذا تريد تصير شيعي عدل كامل تصل الى مرحله ان تصبح على منابر من نور محدقه بالعرش، وجهك يتلألأ نورا، لازم هذه الصفات تخلصها تتخلص منها ما هذه الصفات الثلاث الصفه الاولى الجبن الخوف هذا لازم تتخلص منه الصفه الثانيه الشك لازم تتخلص منه الصفه الثالثه الحماقه لازم تتخلص منها احنا بحثنا حول هذه الصفات الثلاث اما بالنسبه الى الصفه الاولى صفة الجبن يروي شيخنا الصدوق عليه الرحمة في صفات الشيعة في الصفحة إحدى بسنده عن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله عليه قال إن المؤمن من يخافه كل شيء وذلك انه عزيز في دين الله ولا يخاف من شيء وهو علامه كل مؤمن اتورطنا بصراحه منو من عندنا بالفعل تنطبق عليه هذه العلامة؟ تعال فتش. شوف. صدق يعني الواحد منا اكو به علامة شجاعة إلى درجة أنه هو ما يخاف من شيء مطلقا وكل شيء يخاف منه. كل شيء. يعني حتى أعتى قوة في الأرض تخاف منه. هذا كان يصير صحيح. بس لأمثال من مثلا؟ واحد مثل أبو ذر مثلا أبو ذر نعم أعتى قوة في الأرض كانت تخاف منه سلطة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية كانت ترتجف من أبي ذر ترتجف ولذلك شوف شو سووا بي نفوه وسووا له مشاكل هو شخص واحد لكن أمة في رجل هذا أبو ذر مثلا واحد مثل مالك الأشتر مثلا إيه اقوى قوة في الارض حينها كانت تخاف من مالك الاشتر. اسم مالك الاشتر كان يخوف. احنا هكذا مع الاسف لا الا من رحم ربك يعني الا ما رحم ربك يعني هذا هو الواقع. شوف الرواية تامل فيها يقول هذه علامة كل مؤمن لأنه عزيز في دين الله فإنه لا يخاف من شيء ويخاف منه كل شيء. ان المؤمن من يخافه كل شيء وذلك انه عزيز في دين الله لان له عزه الله عز وجل يخيف كل شيء منه ولا يخاف من شيء هو ايضا من جانبه ما يخاف شيء ابدا ما يخاف وهو علامه كل مؤمن اين هي هذه العلامه؟ إحنا اريد هواية أضرب نماذج وأمثلة بس يعني هذا واقع محسوس وملموس إحنا خفنا من صدام وما زلنا نخاف من آل سعود ومن آل خليفة ومن ما أدري بعض الإرهابيين وما أشبه ونخاف حتى نراوي صورنا في بعض القنوات المسكينة اللي ليل ونهار تطلب تبرعات نخاف يبين وجهنا نخاف شايف شلون؟ فاكو هذه المشكلة موجودة أيها الإخوة. نحسب حسابات هذا ممكن يحكي علينا، هذا كذا مع أننا نعلم أنه حق. نعلم أن هذا الكلام كله حق، بس نخاف إذا علامة المؤمن مو متوفرة فينا. علامة المؤمن متوفرة؟ مو متوفرة. في نفس المصدر اي في كتاب صفات الشيعة لشيخنا الصدوق في الصفحة 33 يروي بسنده عن الحارثي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤمن رجل فيه الشح بخل والحسد والجبن. هذا اللي فيه جبن مو مؤمن تمام الايمان ولا يكون المؤمن جبانا المؤمن الحقيقي لا يكون جبانا ولا يكون المؤمن جبانا ولا شحيحا بخيلا ولا حريصا طماع هذه هم رواية واضحة والحساب عليك شوف لا يكون المؤمن جبانا شوف كم واحد فينا جبان وعليك الحساب وأما هذه الرواية العظيمة التي هي قول وحديث عن الإمام العسكري صلوات الله عليه وروحي فداه في تفسيره الشريف الذي يرويه الصدوق في الصفحة 319 يقول وهذه كم مرة أنا استشهد بها دائما أكررها حتى تحفظ شيعةُ عليٍّ عليه السلام شوف قول الإمام الحسن العسكري شيعةُ عليٍّ عليه السلام هم الذين لا يبالون في سبيل الله أوقع الموت عليهم أو وقعوا على الموت هذا شيعة علي حقيقة هكذا الموت بالنسبة إلى مثل شرب العصير شلون شرب العصير ما يخاف هو يشرب العصير لو العصير ينشب عليه أصلا ما يهتم لا يخافون في سبيل الله أوقع الموت عليهم او وقعوا على الموت هذا اي واحد فينا الشكل هذه الصفه الاولى وكثيرا ما تحدثنا عنها من ذي قبل فلا نتوسع اكثر ناتي للصفه الثانيه الشك نعوذ بالله يمكن ان يكون الشيعي شاكا نعم مفهوم الشك هنا خطير وواسع. تارة يكون شكا في الاصول. نعوذ بالله، نعوذ بالله، الواحد حقيقة يرجف من هذا الكلام. ان يكون هنالك شك في الاصول. نعوذ بالله. كما أبلغني أحد الأخوة رجال الدين، قال لي عن جماعة ممن يحسبون أنفسهم رجال دين. أن هؤلاء يصلون ويصومون احتياطا فقط يعني إذا أكو الله إذا أكو إسلام إذا أكو جنة ونار هي إحنا احتياطا شنو دن العبادات هذولا شنو شك عندهم في أصول الدين نعوذ بالله بسبب المادية وبسبب موجة الإلحاد وبسبب خاصة الاختلاط في مثل هذه المجتمعات يعني المجتمعات الكافره اعني في البلاد الغربيه وغيرها بعض الناس اذا ما عندهم حصانه ايمانيه ودينيه كل ترى ينهار كل من داخله ينهار ولكن في الظاهر يتمظهر بمظهر ماذا المؤمن المقدس المحترم رجل الدين اللي يدعو الى سبيل الله ويحث الناس على العمل بالتقيه فهذا مشكلته على أي حال مشاكل إذا كان شك في أصول الدين نعوذ بالله هذا ما أظن أنه بعد يعني يوفق إلى خير فلنتحدث عن الشك في الفروع في توابع الأصول شوية هاي ال... نقدر نقول ال... 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 يعني الزوائد أو الهامشيات سميها ما شئت، هذا اللي هم عنده شك ولو بهذا المقدار، هذا مو مؤمن ذو نصاب كامل من الإيمان. بينا لكم سابقاً الشيعي الحقيقي هو المسلم. المسلم تمام التسليم للأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. لا هو في إفراط ولا هو في تفريط. مثل الشعرة مثل الشعره يتبع الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام. هذه اكو روايه عن سلمان روايه تحكى او اثر من الاثار منقول في بعض الكتب ان سلمان عليه الرضوان ذات مره تتبعوه تتبعه بعض القوم الذين كانوا يؤذونه في مجتمع المدينه المنوره وقالوا لابد ان نترصده، اين يذهب؟ اين ياتي؟ الى اخره. ففي يوم من الايام فقدوه. حاولوا ان يتتبعوا اثار قدميه فما وجدوا. ليش؟ لانهم وجدوا انه الاثار كانت قدم امير المؤمنين عليه السلام وهو يتوجه بعد صلاه الفجر تقريبا الى المسجد النبوي الشريف. فآثار قدم الأمير هي اللي ظاهرة آثار قدم سلمان ما موجودة فقالوا إذا سلمان مو مع علي بن أبي طالب الآن خلينا نروح ندور غير مكان دوروا منا منا راحوا بحثوا كثيرا ما وجدوا أخيرا دخلوا المسجد وجدوا سلمان مع أمير المؤمنين عليه السلام فتعجبوا قالوا يا سلمان شلون إجيت أنت هنا آثار قدميك مو موجودة فقط أقدام أمير المؤمنين موجودة قال إيه أنا من كنت أجي أروح وين أشوف آثار قدم أمير المؤمنين أخلي قدمي على نفس الآثار ما أتعدى نفس الأثر بالضبط أحاول أمشي نفس الخطوات التي التي مشاها مولاي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ونفس المواضع وين وقف أمير المؤمنين أقف وين مشى أمير المؤمنين أمشي ما اتخذ لي طريق اخر حتى شوف في هذا السلوك الشيع الحقيقي هكذا الشيع الحقيقي يحاول قدر المستطاع ان يكون دقيقا مسلما للائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام في كل شيء من الذره الى المجره مو يجي حديث من الاحاديث لا يفهمه لا يعقله يقوم فورا نعوذ بالله مثل ما يفعل بعض المتهورين المتسرعين يقولون لا هذا حديث باطل هذا هذا اصلا من قبله هذا مو حكي تشمئز انفسهم من بعض الاحاديث فيريدون ماذا؟ حذفها مثلا هؤلاء شكاك شكاك او عندهم شك تروى مثلا بعض معاجز الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام تروى مثلا بعض أمورهم العجيبة أمرهم صعب مستصعب بعد ما يقبله يقول عقلي ما يقبله هو قصورك ما يقبله أنت قاصر أنت وإلا إذا تتوعزين تعرف هذه الأشياء التي تروى بالنسبة إلى أهل بيت العصمة والطهارة أصلا مو شيء هذه ليست بشيء أصلاً بالقياس الى حقيقه عظمتهم صلوات الله عليهم يوم من الايام واحد جاء الى الامام الحسين بن علي سيد الشهداء عليه الصلاه والسلام قال له يا ابن رسول الله حدثني مضمون الحديث حدثني بفضلكم بحقيقه فضلكم اجل الامام الحسين عليه السلام الامام الحسين قال له ما مضمونه انك لن تتحمل لن تطيق قال لا انا اطيق اتحمل هذا الرجل كان جاي معه جماعه جماعه من اصحابه فلما الامام عليه السلام بعد اصراره اخذه اخذه دخل الى داخل الدار بدا يحدثه اصحابه يقولون بعد لحظات هذا خرج من عند الامام عليه السلام طائش العقل طائش خلص صار مثل مجنون لا سلم علينا ولا شيء خرج على حاله المجانين ما تحمل مقامات اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لا احد يستطيع ان يحيط بها تمام الاحاطه موالي لا اعرف كنهكم ولا ابلغ من المدى وصفكم هاي ما نقراه في زياره الجامعه القضيه هكذا المؤمن الحقيقي الشيع الحقيقي الذي يسعى لأن يكون ذا نصاب كامل في التشيع والإيمان هو الذي لا يشك في ذرة مما يأتيه عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام حتى في الأحكام حتى في الأخلاقيات في الرقائق في المعاجز في الكرامات في التوصيات في نبرة الكلام، في لسان الكلام. بعض الناس طالعين هالايام موضة هم جديدة انه لا هذا مو مقبول امير المؤمنين ما يقول هذا الحكي. ما يلعنون ائمتنا ما يلعنون بالاسماء ابدا ما يلعنون، ائمتنا ما يسبون هذا مو صحيح. هذا كله ناشئ من عدم التفقه ومن الشك في قلوبهم. ما يعرف تواريخ الائمة عليهم السلام جيدا. فهالشكل يحكي ممكن ان يكون في الشيعة شكاك؟ الجواب نعم. هذا ما انباتنا به الروايات. اضرب لك مثال. ارجعوا الى موسوعه التهذيب لشيخنا شيخ الطائفه الطوسي عليه الرحمه والرضوان في المجلد الثاني الصفحه 135 بسنده عن ابي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى اصلي ركعتي الفجر المراد هنا بركعتي الفجر نافله الفجر مو فريضه الفجر مو صلاه الفجر لا نافله الفجر ركعتان قبل صلاه الفجر يقول له متى اصلي يقول فقال لي بعد طلوع الفجر من يطلع الفجر صلي هاتين الركعتين وبعدين صلي فريضه الفجر قلت له ان ابا جعفر عليه السلام يعني الامام الباقر ابوك امرني ان اصليهما قبل طلوع الفجر شوفوا اخواني هاي مساله فقهيه وقت نافله الفجر من متى يبدا من الفجر الكاذب الى طلوع حمرة المشرقية إلى ذلك حين يعني هذا كل وقت نافلة الفجر مجرد ما تطلع الحمرة المشرقية وإلى الآن ما طلعت الشمس بعد خلص انقضى وقت نافلة الفجر عليك بأن تؤدي الفريضة الفريضة هنا ماذا أوجب الحاصل الفجر الكاذب شنو الفجر الأول في قبال الفجر الصادق فجر الكاذب هذا إذا يبدأ تبدأ الدنيا شوية تنور ولكن النور لا يكون معترضا في الافق هكذا متعرض لا يصير مثل عمود نور هالشكل يبدا يظهر شويه شويه بس ما هذا يسمى شنو الفجر الكاذب هنا تبدا يبدا وقت نافله الفجر الى الان وقت الفريضه ما دخل متى يدخل وقت الفريضه اذا هذا النور اللي على شكل عمود يبدا بالاعتراض يصير مثل خيط ابيض شايف شلون يبدا الشكل على الافق أول ما يبدأ هالشكل يظهر هنا يبدأ وقت الفريضة زين هل يجوز لشخص إن, أن يصلي نافلة الفجر قبل الفجر الكاذب قبل طلوع الفجر الكاذب يجوز قلنا ما دخل الوقت هل يجوز؟ نعم يجوز هنالك حالة يجوز فيها متى إذا وصلها بصلاة الليل، مصلي صلاة الليل، ومن ثم يريد أن يصلي هاتين الركعتين حتى لو ساعة واحدة بالليل ماكو مانع يصليها، ما دام وصلها بصلاة الليل فحتى قبل طلوع الفجر أي قبل طلوع الفجر الكاذب له أن يصلي نافلة الصبح زين، هذا أبو بصير جاء سأل الإمام عليه السلام. قال متى أصلي؟ قال بعد طلوع الفجر زين يقول أنا سألت والدك الإمام الباقر عليه السلام قال لي تقدر تصليها قبل طلوع الفجر يعني بمعنى تقدر تصلها بماذا؟ بصلاة الليل وتصليها ليش هكذا أفتيتني يا أبا عبد الله الصادق شوف جواب الإمام عليه السلام يقول يا أبا محمد كنية أبو بصير هذا أبو محمد يا أبا محمد إن الشيعة دقق في الرواية والرواية معتبرة إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق الإمام الباقر عليه السلام كثير اشتغل على الشيعة في عصره إلى أن وصلهم إلى حالة الرشد ويتعب تعب الامام الباقر عليه الصلاة والسلام سوى حالة من الرشد في عقول الشيعة في عقول اصحابه فلما كانوا يأتونه يستفتونه كانوا يستفتونه ماذا؟ مسترشدين عندهم رشد عندهم حظ من العلم من الفقاهة من الثقافة الامامية تؤهلهم لأن يجاب عليهم بماذا؟ بمر الحق الحق ترى له مرارة عمرك لا تتوقع أنه إذا تريد الحق كل الحق يعني حقيقة وصدقا ما تحس بمرارة ترى. لازم شوية تحس بمرارة لابد وهذه مشكلتنا مع الناس إحنا نقول ما يشهد الله علينا أننا نعتقد أنه حق ما عندنا هدف آخر نشوف الناس تهيج ضدنا لماذا وتهيج طبعا أيضا ضدنا أكو ناس تعرفوهم جي بعض الجهات هنا وهناك فهؤلاء لماذا ينقلبون ضدنا يحسون بمرارة الحق فيه مرارة مر الحق ما يريد يتجرع هذه المرارة يريد اللذة في الحق حقها ما بيلذ الحق كل الحق إذا أردته في معدنه وأصله ما يكون بلا مرارة لا تتوقع تحصل لذة من وراء, من وراء تقبل الحق لازم تتقبل بشيء من المرارة بعدين تنقلب هذه المرارة إلى ماذا؟ إلى حلاوة ولذة إذا استمرأت نفسك على ذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام لأبي بصير يقول له إن الشيعة اتوا ابي مسترشدين فافتاهم بمر الحق واتوني شكاكا <applause> الشيعه نفسهم اتوني انا الامام الصادق شنو؟ شكاك شويه متذبذبين صاير عندهم اختلال ما عندهم ايمان خالص وكامل جاءوني ماذا شكاكا فما أقدر أفتيهم بمر الحق إذا أفتيهم بمر الحق شي يصير يرتدون أصلا ينقلبون فأفتيهم بماذا بالتقية يقول وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية بناء على هذه الرواية ممكن أن يكون في الشيعة شكاك نعم ممكن ان يكون في الشيعه شكاك. والشك كما قلنا مفهوم طويل عريض. ليس شرطا ان يكون في اصول الايمان، نعوذ بالله، وانما حتى في فروع الايمان، في المواقف. هذه شوفوا مساحات خطره الان اللي احنا نتحدث بها، بس انا فقط اعول على وعيكم ايها الاخوه، حتى لا افهم خطا. لانه هنالك نظريه يعني سائده في اوساطنا يعني اقصد من هم متصدون للعلم والبيان والدعوه وما شاكل انه مثل هذه الامور لابد من حجبها، الناس ما تتحمل ان تذكر. انا اخالف هذه النظريه اقول الان زمان الوعي لابد ان نراهن على هذا الوعي نحاول نصعد مستوى الوعي عند الناس حتى ينصلح ديننا والمهم الدين بعد بالنتيجه. فهذه مساحه خطره، احنا نريد الان ان نضرب بعض النماذج بخصوص الشك بس لا نريد انه نعوذ بالله يصير عندكم انتم شك في عظمائنا في رموزنا بعد الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام. احنا من عمالقه رموزنا من؟ واحد مثل سلمان واحد مثل عمار واحد مثل أبو ذر ما الشكل لا شك هؤلاء عظماء من أعظم العظماء كل واحد من هؤلاء وصف بأنه منا أهل البيت ترى مو فقط سلمان مو فقط سلمان حتى أبو ذر قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر أنت منا أهل البيت عمار بعد ما نحتاج حصة أصلاً بين بعد أنه هؤلاء مقاماتهم شنو كلكم تعرفون هؤلاء من أشراف وسادة أهل الجنة بلا منازع هذا صحيح ولكن ليس معنى ذلك أنه في بعض المراحل الحرجة ما صدرت منهم أخطاء ما صدر منهم تقصير أو قل قصور لا نختلف من بين تلك الاخطاء خاصة في المراحل الحرجة انه في بعض الاحيان صار عندهم مثل هذا التذبذب والشك. مو في اصول الدين. يعني ما صار في عند سلمان او في او عند عمار مثلا شك في اصل التوحيد او اصل النبوة او اصل الامامة او ما شاكل، لا. وانما شك في انه هل الموقف الذي يتخذه المعصوم الان موقف سليم ام هنالك موقف افضل واسلم منه هذا نوع من الشك حينما انت تصل الى مرحله تظن فيها نفسك قادرا على تشخيص المصلحه الاولى اقدر وافضل من الامام المعصوم عليه السلام فهنا انت قد تضعضع ايمانك وتذبذب وشككت وهذا صنف من اصناف الارتداد الخفي مو الارتداد الجلي الارتداد الخفي هذا نوع من انواع الارتداد قلنا الشيعي المؤمن هو الذي يسلم تمام التسليم. ما يقول انا افهم اكثر من الامام عليه الصلاه والسلام. احنا نختلف مع بعض ذول الذين ياتون يناقشوننا في بعض الامور <applause> فنقول لهم إن شلون تريد مني ان اترك امر الامام عليه السلام واخذ برايك؟ انت تفهم اكثر من الامام؟ أنت تفهم أكثر من المعصوم هذه مشكلة هذه سلمان أبو ذر عمار هؤلاء الثلاثة العظماء وقعوا في مثل هذا التقصير في تلك المرحلة الحرجة جدا وهي مرحلة وقوع انقلاب السقيفة كل واحد كان ينظر الى الامر من زاويه مختلفه وكانه يلوم الامام المعصوم الامام امير المؤمنين عليه السلام انه لماذا يتخذ هذا الموقف؟ ليش يسكت؟ على التعبير الدارج، ليش يصبر؟ ليش ما يرفع السيف؟ اصلا مو يرفع السيف، ليش ما يقوم بعمل اصلا باشاره واحده هذا الامام عنده ولايه تكوينيه ليش ما يسوي؟ هذا نوع من انواع الشك. هذا وقع فيه مثل سلمان الذي هو منا اهل البيت، تصدق؟ حتى تعرف انه انا وانت احنا بعد وين نوصل الى هؤلاء؟ فشوف ايش قد بعد المسافه ابعد ممكن ان نقع في الشك، نعوذ بالله، ممكن. ما عندنا حل كما قلت غير توسل بالائمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، المواظبة على الادعية الشريفة، بعد كل صلاة اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك ونعول على شفاعتهم عليهم الصلاة والسلام والا ترى كلنا مو معصومون عن الوقوع فيما وقع فيه اسلافنا الابرار نعوذ بالله وحصلوا مذمات على هذا الشيء كن مؤهلاً لهذا الكلام ولهذه الرواية التي سأنقلها إليك الرواية تجدونها في رجال شيخنا الكشي عليه الرحمة والرضوان، وهو الكتاب المطبوع بعنوان اختيار معرفة الرجال لشيخ الطائفة الطوسي، لأن أصل رجال الكشي ما موجود. في المجلد الأول الصفحة 47 بسنده عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر صلوات الله عليه ارتد الناس الا ثلاثه اي معنى من الارتداد كما قلنا الارتداد له معاني له حقيقه تشكيكيه يشتد ويضعف فحتى الارتداد في الموقف في السلوك مو في الاصول ولا حتى خلينا نقول في الفروع هذا قسم من اقسام الارتداد فالامام يتحدث عن الحاله الاعم لا يتحدث عن خصوص الارتداد يعني واحد مبدل دينه خلاص كفر نهائيا لا يقول ارتد الناس الا ثلاثه ثلاثه نفر سلمان وابو ذر والمقداد عجيب أبو بكر الحضرمي يسمع أسماء هؤلاء الثلاثة وأكو عظماء آخرين ما ذكروا يعني شنو ارتدوا أحد أبرز أولئك العظماء عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهما يقول قلت فعمار يعني عمار وين راح قال قد كان جاض جيضة ثم رجع جاض جيضة يعني شنو يعني حاد حيدة شوية هالشكل ابتعد عن الطريق وبعدين رجع ومن رجوعه بسبب هاي شوف الحركة هاي شوية تقصير حصل له شنو؟ حصل له ضربة من أمير المؤمنين عليه السلام كما نقلت لكم سابقا أمير المؤمنين معلن الجهاد على أبي بكر قايل لهم باكر بايعوه أربعين نفر بايعوه قال باكر تعالوا محلقين رؤوسكم خلاص من الصباح الباكر تصلون الفجر تأتوني نرفع السيوف لأزحت ابن آكلة الذباني عن ملكه يعني أبو بكر نشيله خلاص جود عسكري الإمام أعلن النفير تقصير عمار كان ماذا جاي بعد الظهر هذا شوف جاض جيضة وفي لفظ اخر شنو؟ حاص حيصة حاص حيصة يعني مثل بالقتال يقول شنو ما من محيص ماكو شويه فر ورجع شويه راح ورجع هالشكل من اجى الى امير المؤمنين عليه السلام امير المؤمنين شنو سوى؟ ضرب في صدره قال له يا عمار اما ان لك ان تصحو من نوم الغفله احنا وين؟ احنا في ظرف طارئ في ظرف حرج على هذا الظرف في هالساعات مستقبل الاسلام الى ظهور الامام الحجه عليه السلام يتغير مش قد مساله مهمه شوف احنا الان 1400 سنه لو هؤلاء ما قصروا مثل هذه التقصيرات جاءوا من الصباح الباكر وبداوا عمليه التطهير الفوري والمعالجه الفوريه كان شوف هذا تاريخنا الى اليوم 1400 سنه كله كان غير كان كله يتغير هذا موقف اول مره يصير انقلاب اسلام انقلاب في الداخل الاسلامي حكومه غاصبه بقياده ابي بكر وعمر تجتاح مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وتعلن ابا بكر خليفه انقلاب شيء جدا خطير هذا يحتاج الى مواقف سريعه مواقف قويه فوريه ما يكون عندك تاخير ما يكون عندك تقصير هذا نموذج من تقصيرات عمار هذا في الواقع نوع من انواع الارتداد ولكن اي ارتداد هو الارتداد المغفور لا شك يعني المقصد انه انت لم تكن على قدر المسؤولية الكاملة التي أناطها بك الإمام عليه الصلاة والسلام شوية قصرت أنت هذا شويه صحيح مغفور بالنسبة لك ولكن من ورائه تداعيات ومضاعفات خطيرة جدا جدا خطير شوف الإمام الصادق عليه السلام شنو يقول يقول جاض جيضة أو حاص حيصة ثم رجع زين الإمام بدأ كلامه قال ارتد الناس إلا ثلاثة سلمان وأبو ذر والمقداد هذا يقول عمار يقول له إيه عمار بعدين يعني شوية طلعت من بعض الشغلات الغلط وبعدين هم رجع رجع زين بعدين الإمام عليه السلام شوية يدوس أكثر مثل ما نقول شوية يدوس أكثر يبين له بعد حتى ذولاك الثلاثة ترى ما سلموا كلهم ام كان عندهم بعض التذبذب، بعض الشك، شلون؟ يقول ثم قال ان اردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد، هذا اللي سلم سلام الله عليه، المقداد بن الاسود الكندي، حقيقه سلام الله عليه هذا الرجل. هذا صدق كان جبل اصلا ما تزحزح، ما تذبذب، ما شك، ما اقترح شيء على الإمام سلم تسليم كامل تسليم كامل ومستعد طبعا طبعا سل سيفه شيء واضح هذا معلوم يقول إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد يعني شنو؟ يعني سلمان وأبو ذرهم كان عندهم بعض الأخطاء يقول فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض هالشكل شوف فكر هذه شوف أفكار القلب مو بحكم مو بإيد الإنسان أنت تقدر تتحكم شنو شنو يجي في قلبك وشنو يجي في ذهنك ما تقدر تتحكم ولكن ذاك الشيعي اللي واصل الى اعلى اعلى المراتب حتى بهذا يتحكم به. هاي الخطرات اللي على القلب شنو؟ يتحكم بها، هذا منو يوصل لهذا؟ هذا يوصل له، يوصل له بعض الناس، بس بعد جهاد وجهاد يحتاج جهاد عظيم، هسا راح نبين ان شاء الله. سلمان هالشكل هذا الشيء قد نق نقول مو في يعني مقدورة التحكم به ولكن بالنتيجة هذا قسم من الشك ما دام عرض في قلبه هذا العارض صار عند هذه الحالة قال فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين عليه السلام اسم الله الأعظم لو تكلم به لاخذتهم الارض، وهو هكذا. يعني سلمان شنو اللي صار بقلبه؟ شنو فكر؟ ما هذا العارض؟ تشوف الوضع ابو بكر استلم الحكم غصبا ظلم امير المؤمنين، ظلم الزهراء عليهم الصلاه والسلام احرق دار الزهراء عليه الصلاه والسلام هذا كله سواء ابو بكر، طيب هذا امير المؤمنين ليش ليش ما استخدم اسم الله الاعظم؟ هو عنده الاسم الاعظم. لو تكلم به لاخذتهم الارض. وليش ما يتكلم؟ كانه في داخله ها شوف ما نطق ما راح لامير المؤمنين اعترض سوى مثل بعض دخلوا على الامام الحسن عليه السلام قالوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين، نعوذ بالله ما سوى هالشكل خو لا محافظ في الظاهر محافظ على التزامه بس في داخل قلبه ما مرتاح انه ليش امير المؤمنين ما يستخدم سلطه الاسم الاعظم ويفكنا من هؤلاء كانه ها هنا يلوم امير المؤمنين هذا نوع من الشك لأنه أنت إذا اعتقدت أنه إمام معصوم فمعنى ذلك أن كل حركاته كل سكناته بأمر الله عز وجل يعني شنو معنى يعني مو مأذون لأن يستخدم الاسم الأعظم عند الاسم الأعظم الإمام الصادق يقول ماذا وهو هكذا صحيح لو تكلم به لأخذتهم الأرض لو يتكلم أمير المؤمنين كان تبلع الأرض أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة وإلى آخره كلهم بس مو مأذون الله ما أذن سلمان هالشكل عرض في قلبه عارض. الإمام عليه السلام ذمه على هذا أو ذم هذا العارض حتى نكون شوية مؤدبين أكثر مع سلمان عليه الرحمة. بس بالنتيجة بسبب هذا العارض أكلها سلمان. أكلها، كل شيء اكو عقاب تكويني للقضية. شلون أكلها؟ شوف الرواية تقول يقول فلبب الإمام الصادق عليه السلام يقول يقول بسبب هذا فلبب ووجئت عنقه داسوا على عنقه حتى تركت كالسلقة السلقة هو نسع ال أو نسع البعير هذا الرابط أو السير اللي يربطون به البعير شلون يصير أملس شلون يصير يحتك هكذا يقول من هلقد اللي وطأوا على عنقه على عنق سلمان من اللي وطأ أبو بكر وعمر ذولا كلهم اقرأوا التواريخ هذا خالد بن الوليد قنفذ سالم مولى أبي حذيفة هذا بطل رضاع الكبير هذا كان هذا سالم مولى أبي حذيفة بطل ذلك الفيلم هذا كان مجموعة عصابة كانوا أوغاد هم الذين هجموا على دار الزهراء عليه الصلاة والسلام ففي توابع ذلك سلمان هم أكلها منهم إجوا داسوا على عنقه حتى تركوها كالسلقة مثل هذا سير البعير يعني إيش قد بعد خلوا عنقه يصغر ويعني متأذي بسبب هذا الشيء يقول الإمام عليه السلام فمر به أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أبا عبد الله هذا من ذاك. أمير المؤمنين مر عليه في نفس الأحداث. قال له يا أبا عبد الله كنية سلمان أبو عبد الله قالوا هذا ترى اللي أصابك الآن شفت هذا العذاب هالشكل وطأوا ووجأوا عنقك هذا من ذاك، شلون فكرت أنه كان عندي الاسم الأعظم ليش أنا ما أتكلم به؟ هذا اللي خطر على بالك وكأنك تلومني لعدم استخدام الاسم الاعظم اكلتها هنا من هذا الشيء شوف ايش قد هذا فرق يعني اذا كان هذا امرا لمثل سلمان عقابا لانه هالشكل فكر مجرد فكر انه ليش امير المؤمنين ما يستخدم الاسم الاعظم؟ فتعال انت قارن وشوف هذا اللي هالايام يقول علي بن ابي طالب ليش ما دافع عن الزهراء عليه الصلاه والسلام؟ ليش ما دافع؟ مع انه اساسا جاهل ما يدري حقيقه الحادثه وان امير المؤمنين عليه السلام دافع عن الزهراء صلوات الله عليها. قام وج... أخذ عمر من تلابيبه الروايات تذكر في حادثة الهجوم على الدار أخذ عمر من تلابيبه وصرعه طرحه أرضا ووجأ أنفه الإمام أمير المؤمنين خلا عال على خشم عمر هذا اللي موجود في الروايات وبعدين جلس على صدره وهم بقتله هم بقتله الروايات تقول لولا أنه تذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أمير الرسول أمره بالصبر قال لا تصبر هذا ما دافع عن الزهراء عليه السلام دافع عن الزهراء بس مع صرخة الزهراء راح أمير المؤمنين عليه السلام بعض الناس جهلة يعترضون بدون ما يطالعون التاريخ أصلا أسا على فرض نقول أصلا ما سوى شيء خلاص أنت مو اعتقادك إمام معصوم إذا مأمور من الله عز وجل بأن يكظم غيظه مأمور يقدح هذا في أمير المؤمنين لا ما يقدح مثل ما ما يقدح في رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يسل سيفه دفاعا عن سمية عليها السلام أول شهيدة في الإسلام أم عمار بن ياسر كان يمر عليهم هم سمية وياسر وعمار كانوا يعذبون مو شكل شي يقول يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة بس ليش ما سل السيف هذه مو مؤمنة هذا مو عرض امرأة مؤمنة هذه سمية مو مؤمنة ما تستحق أنه واحد يدافع عنها ليش رسول الله ما سوى خلاص نسلم نقول رسول الله هو أعرف بالمصلحة هو بأمر الله الله ما أذن له الله قال له أنت لازم تسكت وهذول يتحملون يمضون شهداء ومضت سمية شهيدة ما حدا يعترض أما بس تجي قضية الزهراء عليه السلام يطلع لك عشرين شيطان ثلاثين شيطان يعترض عليك من شياطيننا إحنا اللي بالداخل الشيعي تراها كل شيطان من هؤلاء عليه عمة إبليس أو عمة أبي لأنه إبليس ترى معمم للعلم اقرأوا الروايات إبليس ترى هم عنده عمامة مو تصور هالشكل اي أبو جهل كان معمم أبو لهب كان معمم أبو بكر كان معمم عمر كان معمم معاوية كان معمم يزيد كان معمم كلهم معممين ذولا بس معممين شنو معممين شياطين باض الشيطان وفرخ في عمائمهم هذول هالشكل من هل قد الشيطان با باض وفرخ وما اريد اقول بالهم في عمائمهم هالشكل يحجون قدام الناس يشعرون الناس في مظلوميه الزهراء البتول صلوات الله عليه لا مو معقوله وامير المؤمنين كان شجاع وين وشلون ما سوى والى اخره عجيب هو اعترض على رسول الله اذا <applause> اعترض هؤلاء شوف شي يحصلون في الدنيا والاخره شي يحصلون على مثل هذا الشك وعلى مثل هذه الاعتراضات سلمان ما اعترض قولا بل ولم يبلغ ما خطر على قلبه مبلغ الاعتراض الحقيقي بلغ هكذا لا عارض عرض على قلبه انه ليش امير المؤمنين ما يتكلم بالاسم العظم وهو هكذا ايش حصل وجي على عنقه، امير المؤمنين مر عليه قال له يا ابا عبد الله هذا من ذاك شوف ذولا شنو راح يصير عاقبتهم؟ نعوذ بالله، هؤلاء الذين هكذا يعترضون على المعصوم عليه الصلاه والسلام يقول واما ابو ذر زين هذا سلمان عرفنا ماذا كان تقصيره؟ وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين عليه السلام بالسكوت أمير المؤمنين قال لا أسكت لا تحجي كفة المناوئين أعظم في قوتها من كفتنا وإحنا ما بقعدنا أحد هو أنا والزراء والحسنين وأنتم كم واحد موجودين إذا أنت تحكي أكثر أنت تقتل سلمان يقتل مقداد يقتل كلكم تقتلون بعد شي يصير ماكو إسلام بعد يموت الإسلام احنا شوية موجودين لازم نحافظ على أنفسنا فأمره بالسكوت يقول الإمام عليه السلام ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم فأبى إلا أن يتكلم تكلم جاهر ضد أبي بكر ضد عمر ضد عثمان يقول فمر به عثمان فامر به عثمان امر ان يعذب والقصص معروفه لان ابا ذر لم يلتزم ولنقل بهذا الامر المعصومي الارشادي لا نقول انه امر مولوي فحتى هذا الامر عد من التقصير ومن الشك فلذلك عاتب الامام الصادق عليه السلام بلسان الحال ابا في هذه الروايه. انت لازم لا تقدم ولا تحجم الا بامر امام معصوم، تصير متوازن، هاي قضيه التوازن ما حد قدر يطبقها ويحفظها مثل المقداد. قال عليه السلام ثم اناب الناس بعده، الناس بعدين رجعوا بعد حاله الارتداد بمفهومها الواسع هذا وهو حاله الردود الرجوع. فكان اول من اناب ابو سنان الانصاري او ابو ساسان الانصاري احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رجعوا وختموا حياتهم بخير في اتباع اهل البيت والشرعيه الاسلاميه وابو عمره اي ابو عمره الانصاري كذلك وشتيره اللي هو ايضا يقال له شتير شتير بن شكل العبسي من بني عبس وكانوا سبعه يقول الامام الصادق عليه السلام فلم يكن يعرف حق امير المؤمنين عليه السلام الا هؤلاء السبعه سبعه المقداد سلم ليش؟ لا جبن كان عنده لا شك كان عنده لا متسرع في شيء مثل أبي ذر ولا هو جبن كثيرا أو قصر أو ضعف مثل ما صار مع غيره ولنقل عمار جاض جيضة ما جاض جيضة المقداد ولا هو خطر على قلبه أنه ممكن يكون المعصوم قد وقع فيما لا ينبغي من التقصير نعوذ بالله انه ليش ما يتكلم بالاسم الاعظم ليش ما يسوي كذا ليش ما يسوي كذا ما كان هكذا المقداد فهو الذي نجا وصار النموذج الاول والابرز للاتباع الكامل والمطلق لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام اما ان اردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد الوقت أيها الإخوة قد أدركنا وللحديث صلة وتتم مهمة جدا لأننا بعد لم نتطرق إلى العنصر الثالث قضية الحماقة وهذا بها دوخة راس كثيرة ممكن أن يكون في الشيعة حمقى نعم نعوذ بالله أيضا هذا أيضا حذرت منه الروايات هذا كله نرجئه إلى المحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى ولكن لا تفوتنا الإشارة إلى أمر مهم جدا وهو أنه من أعظم ميزات وفضائل أصحاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا منزهين من هذه الأمور الثلاث. لاحظ أنت سيرهم وتواريخهم تشوف لا كان عندهم جبن ولا كان عندهم شك ولا كان عندهم حماقة ولذلك بلغوا تلك المراتب العالية هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين